مشاهدينا الكرام، نجدد اللقاء بكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة من تلفزيون حضرموت، ونبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يعزي بوفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر رياض محفوظ والعميد حيدر الجعدني. وزير النفط والمعادن يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بالتنمية في حضرموت. الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت تلقي القبض على خلية إرهابية بالمكلا وتحبط مخططا لأعمال تفجير إرهابي. بعث فخامة الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رياض محفوظ شرف. ونوه فخامة الرئيس في برقية العزاء لأسرة وأبناء وأشقاء الفقيد بجهود وأدوار الفقيد رياض محفوظ خلال مشواره المهني في مؤسسة 14 أكتوبر، معبرا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث فخامة الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى خالد وسند حيدر مجاهد وإخوانهم وكافة آل الجعادنة عزاهم فيها بوفاة والدهم العميد حيدر مجاهد الجعدني رحمه الله. وأشار في برقيته إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وكفاءته العلمية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها خلال مشوار حياته الحافلة بالتضحية والعطاء، فضلا عن مكانته الاجتماعية وإسهاماته الخيرة في إصلاح ذات البين. وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا مشتركا مع البنك الدولي، وذلك لمناقشة فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات. وشارك في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن ووزيري المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب وفريق دعم فني من البنك الدولي. وتدارس الاجتماع المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إيجابا في اليمن وتخفيف معاناة المواطنين في جميع أنحاء اليمن دون استثناء. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستدرس بعناية كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها وتحقيق الفائدة القصوى منها، مشيرا إلى أن الأولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق. بدوره مكد مسؤولي البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية. أكد وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود اهتمام فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بأوضاع محافظة حضرموت ودعم التنمية فيها، ومنها حصولها على حصة 20% من عائدات الإنتاج النفطي، مشيرا إلى أن ذلك يعد مكسبا كبيرا لها ويسهم في تحقيق النهوض وتحسين الخدمات. وأشار الوزير بعبود خلال لقائه بالمكلا قيادات مؤتمر حضرموت الجامع
إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بما يخدم التطوير والاستقرار، داعيا القوى المجتمعية إلى العمل إلى جانب السلطات المحلية وتقديم لها الرؤى والتصورات لتطوير الأداء ومعالجة المشكلات التي تواجه الخدمات. بدوري أعرب وكيل أول حضرموت عمر بن حبريش عن شكري لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة على الاهتمام والدعم المتواصل للمحافظة في التغلب على الكثير من الصعوبات في مجال الخدمات. بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سلمين البحسني برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المهندس عمر محمد بن هامل المدير العام الأسبق للإدارة الفنية والهندسية بحضرموت. وثمن محافظ حضرموت الجهود التي بذلها الفقيد بن هامل خلال مشوار حياته العملي في الإدارة الفنية والهندسية ومساعيه الحثيثة للارتقاء بالعمل الفني بالإدارة إلى جانب إسهاماته الرياضية والإنجازات التي حققها أثناء لعبه مع ناديي الشباب والوطن. ورفع المحافظ البحسني التعازي إلى إخواني حاج وعلي وسعيد وعوض وكافة أفراد أسرته وزملائه في الإدارة الفنية والهندسية مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. داهمت قوات أمنية وعسكرية فجر الخميس وكرا لعناصر إرهابية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بعد متابعات لنشاط خلية إرهابية ترتبط بالتنظيمات الإرهابية وتخطط لأعمال مخلة بالأمن في حضرموت. وبعد معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات من تنفيذ مداهمة لموقع الخلية ونجحت في القبض على قائد الخلية الإرهابية القيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي وثلاث عناصر آخرين، وتم العثور على عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وأسلحة متنوعة كانت تخطط الخلية لتنفيذ أعمال تفجير بالمدينة وأعمال مخلة بالأمن. وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سلمين البحسني بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ويقظتهم الأمنية العالية التي أثمرت في نجاح العملية وإحباط المخطط، وقال أن ثمار الأمن والاستقرار الذي تعيشه مديريات ساحل حضرموت يأتي نتاجا للجهود الأمنية المستمرة والمتواصلة منذ تحرير مديرية ساحل حضرموت واليقظة العالية لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية التي أحبطت الكثير من الأعمال الإرهابية. هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج سلمين البحسني أوائل الطلاب والطالبات في ساحل ووادي حضرموت الذين حصدوا المراكز الأولى في شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2020-2021 على مستوى المحافظات المحررة. وقال المحافظ البحسني في برقية التهنئة: إن هذا النجاح لطلابنا وطالباتنا يعد ثمرة من ثمار العطاء التربوي والتعليمي الذي تتميز به حضرموت نظير الدعم المقدم من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وأضاف قائلا: نستشعر أهمية هذا القطاع الحيوي الذي أوليناه جل الاهتمام والعناية من خلال بناء المدارس وتحسين البيئة المدرسية وتغطية العجز في الكادر التدريسي وتوفير كل مقومات العملية التربوية والتعليمية بالمديريات والمحافظة. وهنأ محافظ حضرموت أولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل الذين حققوا مراكز مشرفة لحضرموت متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرة حياتهم العلمية والعملية، مقدما شكره لقيادتي وزارة التربية والتعليم بساحل ووادي المحافظة وكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي على الجهود التي تبذل في سبيل استقرار العملية الدراسية بالعام الدراسي الحالي. نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا ضم وكلاء وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن عبر تقنية الاتصال المرئي للتحضير للاجتماع الوزاري الخليجي اليمني المشترك في 16 سبتمبر القادم برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الخارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد الله الخليفة والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية التي تعيشها اليمن. وأكد وكيل وزارة الخارجية الدكتور منصور بجاش على أهمية الاجتماع المشترك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن،
خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب التضخم في أسعار السلع والخدمات. فيما دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون للاطلاع على تقارير الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني. من جانبه جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر موقف المملكة الثابت اتجاه اليمن ودعمها للشرعية اليمنية وتحقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. دشن وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيغ ووكيل المحافظة حسن الجيلاني بمديرية دوعن المرحلة الرابعة لدعم تطوير مشروع مياه الهجرين الممول من مؤسسة العون للتنمية لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الصالحة للشرب لضمان حصول الأهالي على الكمية الكافية من المياه. ويخدم المشروع أكثر من 14 تجمعا سكانيا يضم 15,000 نسمة في مناطق الهجرين وضواحيها بأربعة آبار للمياه وشبكات ري حديثة إلى جانب توصيل المياه لمنازل المواطنين بالطاقة الشمسية بدلا عن مكائن المحروقات وتشغيل الآبار بمصادر متعددة من المنظومة. وخلال عملية التدشين التي حضرها المدير العام لمديرية دوعن سالم بانخر ثمن وكيلا المحافظة بارزيغ والجيلاني تدخلات مؤسسة العون للتنمية وأولاد المرحوم الشيخ سالم بن محفوظ لاستدامة المياه لأهالي المديرية واستخدام الطاقة الشمسية كحل اقتصادي يسهم في استدامة المشروع لسنوات أطول، مشيرين أن الآليات المتبعة في المشروع منذ العام 2012 وتطويره في ظروف استثنائية تمر بها البلاد تعمل على خلق حراك ثقافي تنموي تجعل من استمرارية مثل هذه المشاريع لخدمتها لشرائح مجتمع أكبر في مديريات المحافظة كونها من أساسيات عيش الإنسان. طبعا هذا المشروع هو المشروع الرابع اللي نفذ في هذه المنطقة، استهدف تقريبا 15,000 نسمة. طبعا لاحظنا استخدام طبعا الطاقة الشمسية في المشاريع السابقة والمشاريع الحالية. طبعا المشروع سيكون إضافة كبيرة جدا للمشاريع القائمة. هذا المشروع أيضا سيوفر لمنطقة الهجرين بيئة آمنة ومياه شرب آمنة تساهم في رعايتهم الصحية، تساهم أيضا في حياتهم الصحية. الماء الآن متوفر في كل قرية وفي كل منطقة بدون أزمات، بدون انقطاعات، بدون إشكالات، موجودة في كل مكان وفي كل بقعة، وحتى بالنسبة للأشجار حتى يعني الأمور طيبة وجيدة. منذ 2012 بدأت تدخل مؤسسة العون في المشروع وهم لا زالوا إلى اليوم يطورون لنا البنية التحتية ويقومون لها حتى يقوم المشروع. التدخل كان في استدامة المشروع، تنفيذ طاقة شمسية من أجل أن نستغني عن المشتقات النفطية، وتنفيذ شبكات رئيسية خففت من معاناة المستهلكين اللي كانوا يعانونها. يعاني القطاع الصحي بمحافظة الضالع من شحة الإمكانيات في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في ظل ما تعانيه المحافظة بسبب الحرب. هذا الواقع دفع بعض المنظمات المدنية المحلية والدولية بالمحافظة إلى تنفيذ عدة مشاريع تستهدف القطاع الطبي بالتنسيق مع السلطات المحلية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. في خضم الظروف التي تعاني منها معظم القطاعات الخدمية في بلادنا بسبب أوضاع الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثية الانقلابية على الدولة، في مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع شهدنا افتتاح محرقة النفايات الطبية وكذا تقديم مستلزمات طبية خاصة للمستشفى مقدمة ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة الذي تنفذه جمعية رفد للتنمية الريفية بتمويل من منظمة شركاء اليمن الدولية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الضالع. لقد قمنا اليوم بافتتاح هذه المحرقة الخاصة بمستشفى النصر الضالع، طبعا وهي تعتبر منجز هام بالنسبة للمستشفى لتدوير المخلفات الصحية التي لا يمكن أن تدور مع المخلفات الأخرى، التي طبعا هي من أهم المشاريع لكي لا يكون في مشاكل صحية أمام المجتمع. طبعا هذا المشروع قام تنفيذه مؤسسة رفد للتنمية الريفية، مشكورين على ما قاموا به من عمل داخل المستشفى. مبادرة دعم القطاع الصحي لمستشفى النصر بالضالع يتضمن عدة مراحل تستهدف البنية التحتية للمستشفى من جهة من خلال تقديم مستلزمات طبية وإيوائية وغيرها، إلى جانب تأهيل الكادر البشري من جهة أخرى
من خلال إقامة دورات تدريبية لتطوير مهارات الأطباء. قمنا بتوفير بعض المستلزمات الطبية مثل الكراسي والبطانيات وستائر الطبية ومنظمات الضغط لاسطوانات الأكسجين. هذا بالنسبة للتدخلات في المستشفى. نحن عملنا أيضا على بناء قدرات الكادر الطبي في مستشفى النصر، حيث دربنا 40 كادر صحي على الإجراءات الوقاية من الكوفيد 19 وأيضا الإجراءات الإدارية المتبعة عند استقبال حالات المشتبهة أو المصابة. على الرغم من شحة الإمكانيات التي يعانيها القطاع الطبي في بلادنا بشكل عام ومحافظة الضالع بشكل خاص، إلا أن هناك مبادرات لمنظمات مدنية استطاعت أن تملأ جزءا من الفراغ للمساهمة في توفير بعض الاحتياجات. لتلفزيون حضرموت، وضاح الشليلي، الضالع. نفذ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كمينا محكما استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب. وقال مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصرا حوثيا. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفا مركزا استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح. لشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي بمدينة المكلا الدورة التدريبية لتدريب مشرفي التحصين بالمحافظة والمديريات على النظام الروتيني والإلكتروني للقاح جونسون. الدورة تأتي بتنظيم من وزارة الصحة العامة والسكان وبتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف. وأشار الدكتور الجمحي إلى أهمية تنفيذ حملة لقاح جونسون وتدريب المشرفين والكوادر على كيفية استخدامه بطريقة آمنة وتجاوز كل الصعوبات التي رافقت المرحلة الأولى، وتوجيه العاملين الصحيين على التركيز في إعطاء الجرعات للقاح بصورة سليمة. ويتلقى المشاركون بالدورة عددا من المعلومات والمهارات حول تنظيم عملية إدخال البيانات والعمل بالرابط الإلكتروني لحل مشكلة إدخال البيانات للمسافرين ومعالجة الأخطاء السابقة. وجرى مناقشة آلية استخدام اللقاح جونسون والصعوبات الناجمة عن المرحلة الأولى وكيفية معالجتها. وإلى حالة الطقس، حيث تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء غائمة جزئيا مع سحب رعدية متفرقة على أجزاء من رؤوس الأودية والهضاب ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة جافة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن إلى حالة الطقس.
نذكركم في نهاية النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعزي بوفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر رياض محفوظ والعميد حيدر الجعدني. وزير النفط والمعادن يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بالتنمية في حضرموت. الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت تلقي القبض على خلية إرهابية بالمكلا وتحبط مخططا لأعمال تفجير إرهابي. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. نلقاكم في نشرات إخبارية قادمة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.